يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح للراقي أن يرقي المريض عبر الهاتف؟ هذا أجبنا عن قلنا لا يجوز هذا، وليس هذا رقية، هذا عبث، هذا من العبث. الرقية لازم أن تكون مباشرة على المريض، يقرأ وينفث عليه على جسمه على محل الإصابة، أما من وراء الهاتف وقد يكون في دولة بعيدة هذا من العبث. نعم، وهذا من التدجيل على الناس لأجل أن يأخذوا الدراهم منهم. نعم.